صباح الخير لكل مشاهدي الأخبارية السورية. خلونا نبدأ صباحنا بجملة بتقول: حب الخير للغير جهاد لا تقدر عليه كل النفوس. وفعلا في كتير أشخاص لما تشوفك محبوب من الناس اللي حواليك، ناجح وعندك كتير من الإنجازات بالحياة، ما بتتقبل فكرة هيدا النجاح، رح تتجاهلك وربما ما تقدر تجاملك فيه. وبتعرف شو الأخطر؟ الناس اللي بتستخف وبتطعم بنجاحك بتقول: يا ترى هيدا مين ساعده، مين دعمه، كيف وصل لهون، ما بيستحق أنا الأفضل. طيب مين يلي بيقدر؟ يلي بيقدر هو الشخص يلي بيآمن بحاله، عنده ثقة كتير كبيرة، متصالح مع نفسه ومتأكد أنه سعادة غيره ما رح تقلل من سعادته، ونجاحه أكيد ما رح يأثر على نجاحه. ولكن يمكن اليوم هيك، خلونا دايما نتمنى الخير لبعض، نصفي نيتنا كرمال هيدا الخير يجعلنا بحياتنا. صباحكم خير ورضا وراحة بال. إن شاء الله يا رب ساعة من الوقت بنقضيها معكم، نجاوب كتير على الأسئلة ضمن صباحنا غير. ولكن خلونا نطلع لفاصل ومنبلش. صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا. تعودنا دايما تكون فقرتنا الأولى طبية، ورح نحكي اليوم عن اضطراب بيصيب النساء. عم نحكي عن التصاقات الرحم، أو كما يعرف بمتلازمة الشرمان. هي المتلازمة اللي ممكن تصير نتيجة أي إصابة ما ببطانة الرحم أو بسبب بعض العمليات الجراحية، وممكن تكون المضاعفات تسبب العقم أو الإجهاض المتكرر. اليوم ضمن فقرتنا رح ناخذ نصائح كتير طبية مهمة من ضيفتنا عن الأسباب والأعراض وطرق العلاج الصحيحة، تفاصيل كتير مهمة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو، الدكتورة سارة جنيات، اختصاصية بالأمراض النسائية وجراحتها. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيك. يعني مساء صباحي. أهلا وسهلا المشاهدين. عم نحكي عن موضوع كتير مهم دكتورة، عم نقول فيه التصاقات الرحم أو متلازمة باسم آخر. خلينا نخبر المشاهدين بداية نحن وشو بنقصد فيها. هلا الأشرمان سيندروم، او هي التصاقات، متلازمه التصاقات الرحم، هي كابوس، يعني مو بس موضوع، هي كابوس بالنسبه للمريض وللمريضه والطبيب بحد سواء. هلا هي المتلازمه بتصير نتيجه حدوث التصاقات بين جدران بطانه الرحم. هلا نحن بس لناخذ فكره انه شو هي بطانه الرحم. هلا بطانه الرحم هي مثل طبقه اسفنجيه غنيه بالاوعيه الدمويه والأنسجة، بتنمو شهرياً ليتم التخلص منها عن طريق شكل دورة شهرية شهرياً. وهي البطانة الرحم هي تعتبر مثل تربة، يعني أنه خصبة بتنمو فيها البيضة الملقحة وبتتغذى منها لحتى يتشكل الجنين. فأي ظروف بتأثر على هي البطانة ممكن تؤدي لتحول هي التربة الخصبة لصحراء بور، يعني ما لها غير وظيفية، فبتؤدي لتشكل نسيج مثل تندب بين جدران الرحم، وتؤدي لتدمير البطانة الرحم. تمام دكتورة، بعد ما تعرفنا من حضرتك عن مفهوم هيدي المتلازمة اللي ممكن تصير مع كتير من السيدات اليوم، خلينا نحكي شو هي الأسباب يلي بتخلي السيدة فعلا تصاب بهي المتلازمة. كنا عم نذكر بالمقدمة انه نتيجة تعرض لعمليات جراحية معينة، نتيجة الولادة، نتيجة اضطرابات هرمونية. خلينا نوضح للمشاهدين بشكل مفصل شو هي الأسباب. هلأ الأكثر سبب انه يعني متهم بحدوث هي المتلازمة هي العمليات الجراحية. العمليات الجراحية اللي بتكون على بطانة الرحم، سواء استئصال الأورام الليفية، ولادة قيصرية، أو بعد تجريف جائر بعد إجهاض أو ولادة، أو بسبب مثلا أثناء إجراء تنظير باطن رحم ممكن أنه تتأذى البطانة، أو ممكن بسبب أنه وجود اللولب لمدة طويلة وحدوث التهابات مزمنة ممكن تؤدي لهذا الشيء. وحتى إذا كان في عندي التهابات مزمنة ببطانة الرحم، وحتى بحال إذا كان في عندنا مثلا أنه بقايا، وجود بقايا مشيمية أو بقايا من حمل داخل الرحم ممكن أنها تتعضى وتلتهب مع الزمن، فبتؤدي لحدوث هاي الالتصاقات. طيب من الأسباب خلينا نحكي مباشرة بالأعراض. شو هي الأعراض أو الدلالات أو العلامات اللي ممكن السيدة فعلا هي تلاحظ وجودها اليوم عندها، وفعلا تعرف أنه هي مصابة بهذا الاضطراب التصاق الرحم؟ خبرينا، هل هي
الأعراض اليوم بتفرق من سيدة لأخرى؟ خبرينا. هلا أكيد الأعراض بتفرق من سيدة لأخرى حسب شدة الالتصاقات، وحتى إنه في ممكن إنه السيدة يكون عندها التصاقات بس تكون لا عرضية، يعني مو شرط إنه سيدة بتكون مثلا عاملة عدة عمليات 6 قيصريات مثلا وما عندها التصاقات، يعني مو شرط إنه عدد العمليات الجراحية إنه كل ما زادت رح يزيد الالتصاقات. بالنتيجة هاي الأعراض بتكون حسب طبيعة جسمها للسيدة إنه هل هي قابلة لإنها تندب أو لا. فالأعراض هي بتختلف من سيدة لتاني، بتشمل الأعراض اضطرابات بالدورة الشهرية، يعني ممكن إنه يصير في عنا قلة الطمس أو حتى انقطاعه، وممكن إنه بتأدي لصعوبة بالحمل والعقم لأنه بسبب إنه هاي البيضة الملقحة صعب أنها تنغرس بهاي البطانة، مثل ما حكينا أنه التربية غير صالحة أنه حتى تغذي هاي البيضة الملقحة، أو ممكن في عنا صعوبة بأنه وصول النطفة للبويضة، وممكن يصير عندها للسيدة إجهاضات متكررة، ممكن يصير عندها حمل خارج الرحم، ممكن يصير عندها آلام حوضية مزمنة أو ألم أثناء الجماع، ممكن حتى أنه تؤدي لمشاكل هضمية إذا كان في مثل إمساك أو أي شيء ثاني. تمام دكتورة، ذكرتي كثير من الأعراض اللي فعلا ممكن تصير، ولكن كصبايا أو سيدات يمكن ما يقدروا اليوم يعرفوا أنه عندهم هي المشكلة، خصوصا أنه مشاكل اليوم الرحم عديدة. طيب اليوم أنا كيف ممكن أعرف هذا الشيء؟ ممكن نروح لعند الطبيب أيمت بأي حالات؟ كيف بيتم تشخيص هيدا المرض؟ هلأ إذا كانت لا عرضية غالبا أنه سيدي ما بتكتشف حالة أنه هي عندها التصاقات لتعمل عملية تانية بيقول للدكتور أنه مثلا أنت كان عندك التصاقات شديدة أو لا. بينما إذا السيدة كانت عم تعاني من مشكلة بالدورة الشهرية مثل ما حكينا، قلة الطمس أو انقطاعه، أو ممكن إذا عندها مشاكل بالحمل، هون بتبلش السيدة أنه تستقصي أنه أنا شو السبب ليش ما عم أحبل، أنه فهيك بتبلش تستقصي بمشورة الطبيب. هلأ الطبيب ممكن يوجهها أنه من قصة المرضية يطلب استقصاءات تانية ليشخص هاي الحالة. تمام. طيب ممكن تظهر هي المشكلة المرضية من خلال الإيكو؟ هلأ على الإيكو أنه حسب، يعني مثلا مثل ما قلنا هلأ هي المتلازمة هي مو درجة وحدة، درجات خفيفة متوسطة لشديدة. هلأ بالدرجة الخفيفة بتكون إصابة بتشمل يا دوب ربع الرحم، المتوسطة من ربع لثلاث أرباع، الشديدة أنه بتسبب إغلاق كامل لتجويف الرحم. فهون بتظهر أنه ممكن الإيكو يصير في عندها تغيرات صدوية، يعني تغير بشكل بطانة سماكة البطانة الرحم، بتصير معنا منتظمة، أو ممكن أنه يصير في عندها تشوه تشريحي بشكل الرحم. تمام. دكتورة خلال حديثك ذكرتي أنه هاي المتلازمة عم تكون خطر كتير كبير اليوم على الإنجاب، ممكن كتير تسبب من العقم. طيب ما كان في حالات أبدا صار فيها حدوث حمل أو لا؟ كان في نتائج إيجابية أم لا هي حصرا فعلا هاي المتلازمة هي ممكن تسبب العقم عند السيدات؟ هلأ مثل ما حكيت أنه هي بتسبب العقم لأنه البيضة الملقحة ما عم تنغرس بشكل طبيعي ضمن البطانية، وفي عندي صعوبة بوصول نطاف لعند البويضة، فهي ممكن انها تسبب عقم، ولكن انه اكيد في علاج، ونحن اكيد ما لازم نفقد الامل ودائما لازم نعطي امل للمريضة، بس العلاج بيعتمد على شدة هي درجة المتلازمة. هل هي بحالات الخفيفة المتوسطة ممكن اثناء العلاج انه تتحسن الحالة. تمام. بما أنه ذكرتي موضوع العلاج اليوم، شو هو بروتوكول العلاج المتبع اليوم من حضرتكم كأطباء؟ هلا بس بدي أحكي عن التشخيص أوسع، يعني أنه نحن أنه مو بس بالتاريخ المرضي والفحص السريري، هلا نحن بنلجأ للصورة الظليلة. الصورة الظليلة هي ممكن ترجيني أنه قديه الالتصاق شدته وقديه مساحته، وهل الأبواق مفتوحة أو لا، وحتى بأثناء تنظير باطن الرحم. فنحن منشخص عن طريق هاي الطرق، وإذا استعصى الأمر ممكن أنه نحن نشخص عن طريق المرنان. بالنسبة للعلاج، العلاج عن طريق فك هاي الالتصاقات ممكن، فمنلجأ للجراحة التنظيرية، تنظير باطن الرحم بيد خبيرة
طبعا وماهرة. ممكن انه نحن او في عنا اجراءات بتكون تحفظية، يعني مثلا انه انا عملت عملية قيصرية او عملت عملية استئصال ورم ليفي، فانا ممكن او اعطيها ادوية مثل هرمونات او مانع حمل منشان انه البطانة الرحم ما يصير عنا التصاق لبعدين، او ممكن انه نحن نحقن هيلورونيك اسيد. هذا الهيلورونيك اسيد ممكن انه يمنع من تكرار الالتصاق، يمنع الالتصاقات وبيسرع عملية شفاء البطانة. وممكن انه نحن نحط لولب، يعني اللولب انه مثل هو حاجز انه يمنع انه يلزق جدران الرحم ببعضه. فطرق العلاج حتى في اطباء انه ممكن يدخلوا كذا تكنيك مع بعض، يعني ممكن انه خاصه مع تطور العلم صار الليزر دخل لفك الالتصاقات. الليزر كثير ممكن انه يساعد بفك التصاقات متلازمه اشرمان، اول شيء لدقته، ثاني شيء نزفه اقل، نسبة الشفاء بتكون أسرع. فكتير أطباء لجأوا للليزر. فنحن النجاح العلاج هو بيكون حسب مثل ما قلت لك أنه درجة المتلازمة إذا خفيفة ومتوسطة، وممكن الطبيب يدمج طريقتين سوا، يعني أنا مثلا فك الالتصاق بالتنظير باطن الرحم مثلا أو بالليزر، وبعدها أنه مثلا أنا أحقن هيلارونيك أسيد من شان ما تتكرر الالتصاقات، أو أحقن بلازما PRP بلازما غنية بالصفيحات من شان حفز عوامل النمو لتتجدد البطانة وترجع وظيفية. يعني من خلال حديثك بنعرف أنه اليوم في درجات لهي المتلازمة، ممكن يكون خفيف أو متوسط أو كبير. طيب إذا بدنا نحكي، ذكرتي بموضوع العلاج أنه نحن ممكن نلجأ للجراحة، طيب نحن ما بنقدر نلجأ كحل مبدئيا أول شيء للأدوية أم لا ما رح أخذ أي نتيجة؟ ما بتوقع انه تفيد ابدا، يعني او طبيعه نمط غذائي معين، نظام حياه ممكن لا ما تبقى. يعني التصاقات هي مثل ندبه بين جدران الرحم، فهي بدها فك، يعني حتى ممكن انه نعمل عمليه فك الالتصاقات عده مرات لاقدر فك، وممكن تكون صعب انه تنفك بالاساس لانه يعني الرحم اذا جرت عليه رح ينثقب مثلا لا سمح الله، او نعمل اذيه بالاعضاء المجاوره. فنحن ما لهيك عم اقول لك انه يكون بيد خبيره أكيد. يعني بالختام كنتي معنا الدكتورة سارة جنيات، اختصاصية بالأمراض النسائية وجراحتها. شكرا لك لوجودك معنا لليوم ولكل النصائح الطبية اللي قدمتيها، وأكيد بالصحة والسلام للجن. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. مشاهدينا تعودنا كل سبت نعرف كيف عم تكون أحوال الطقس بمحافظتنا السورية، لهيك خلونا ننتقل مباشرة لاتصال هاتفي معنا عبر الاتصال الأستاذ حسان الجردي. صباح الخير أستاذ. صباح الخيرات، يسعد صباحك. يسعد صباحك. يعني مع بداية كل أسبوع لابد أنه نعرف كيف عم تكون أحوال الطقس بمحافظاتنا السورية ودرجات الحرارة، خصوصا أنه عم نلاحظ اليوم انخفاض بدرجات الحرارة. خبرنا كيف رح تكون الأوضاع بشكل عام بالأيام القادمة. يكرم عينك، بداية صباح الخير من جديد إليك للأخبارية السورية. شهر أيلول يعني بداية موفقة لشهر أيلول، حتى شهر آب مركزية فصل الصيف بهذه السنة ودعتنا بأجواء كانت معتدلة إلى أجواء صيفية عادية بأغلب المناطق، وانخفاض بدرجات الحرارة. المنخفض الجوي اللي أثر على منطقة شرق المتوسط عم يستمر تأثيره خلال اليومين القادمين، ومركزه كان فوق البحر الأسود، بحيث تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل مثل هذه الفترة من السنة. المنخفض الجوي اللي أثر علينا أدى إلى هطولات مطرية بالمنطقة الساحلية بأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية. الهطولات المطرية كانت عشوائية الحدوث وخفيفة وعلى شكل زخات من المطر. يستمر تأثير هذا المنخفض مثل ما ذكرت خلال اليومين القادمين، درجات الحرارة بتضل حول معدلاتها وأعلى بقليل في أغلب المناطق باستثناء المناطق الجبلية والأماكن العالية لربما تكون درجات الحرارة أدنى من المعدل بدرجة. أجواء صيفية معتدلة بمختلف المناطق والأجواء بشكل عام بين الصحوية والغائمة جزئيا، مع استمرار أو فرصة لهطل زخات محلية من المطر في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الجنوبية. تتصف هذه الزخات على أنها تحدث بشكل عشوائي، أجواء سدنية مضرة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبالية. خلال ساعات الليل عم تكون الأجواء معتدلة بشكل عام ومائلة للبرودة بالمرتفعات الجبلية مع ارتفاع الرطوبة خاصة بالمناطق الغربية والساحلية. احتمال لتشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر بالمرتفعات الساحلية وأجزاء من المنطقة الوسطى. الرياح بشكل عام عم تكون غربية إلى جنوبية غربية بأغلب المناطق بين الخفيفة والمعتدلة،
مع هبات نشطة عم تتجاوز سرعة الهبات ببعض الأحيان 65 كيلومتر بالساعة، خاصة في المنطقة الوسطى والجنوبية. تثير الغبار بأغلب المناطق، البحر عم يكون متوسط ارتفاع الموج وعم يتجاوز ارتفاع بعض الأحيان 1.5 متر، ودرجة حرارة مياه البحر عم تكون بحدود 29 درجة مئوية. تستمر هذه الأجواء خلال هدول اليومين، نهار اليوم وبكرة، وتأثير هذا المنخفض بده يستمر معنا حتى منتصف هذا الأسبوع يوم الاثنين، مع استمرار فرصة الهطول المطري خصوصا بأجزاء من المنطقة الساحلية. تعود درجات الحرارة للارتفاع وتعود الأجواء للاستقرار من جديد اعتبارا من يوم الاثنين، بحيث ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي وتستمر لتصبح حرارات أعلى من معدلاتها نهاية الأسبوع بنحو 2 لـ4 درجات مئوية. أجواء صيفية مستقرة حارة نسبيا بشكل عام إلى غائمة جزئيا بالمنطقة الساحلية، مع استمرار مثل ما ذكرت فرصة الهطول المطري ولكن على شكل زخات خفيفة من المطر يوم الاثنين فقط. والمناطق الشرقية والجزيرة والبالية تبقى الأجواء فيها سدمية مغبرة وحارة. خلال ساعات الليل تبقى الأجواء معتدلة بشكل عام وأكثر اعتدالا ولطافة بالمرتفعات الجبلية، منطقة القلمون المرتفعات الساحلية، مع نسبة رطوبة عالية بالمناطق الغربية والمنطقة الساحلية. تأثير الرطوبة خلال هدول اليومين وخلال هذا الأسبوع على انخفاض درجات الحرارة يكون تأثيره ينخفض بمختلف المناطق، وخاصة تبقى درجات الحرارة قريبة ما بين درجة الحرارة المتوقعة والمحسوسة بمختلف المناطق نتيجة الانخفاض والبرودة بشكل عام خلال هيدا الأسبوع. أجواء خلال هيدا الأسبوع رح تكون أجواء صيفية عادية إلى أجواء صيفية حارة نسبيا، نهاية الأسبوع تصبح الأجواء حارة فقط في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ودرجات حرارة نهاية الأسبوع تكون أعلى من المعدل بنحو 2 لـ4 درجات مئوية، مع استمرار فرصة الهطول المطري أيام السبت والأحد والاثنين، تضعف يوم الاثنين وتبقى فقط بأجزاء من المنطقة الساحلية. التحذيرات اللي دائما نحن بنوجهها هي فقط عدم التعرض لأشعة الشمس نهاية الأسبوع تحديدا أيام الأربعاء والخميس خلال ساعات الذروة بشكل مباشر، والأشخاص اللي بيتأثروا أكثر هم كبار السن والأطفال. أما درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 33/18، القنيطرة 27/16، القلمون المرتفعات الجبلية 25/14، درعا 32/18، السويداء 28/17، المنطقة الوسطى 25/22، حماة 32/21، منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 37/25، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 30/26، بالشمال حلب 34/23، إدلب 31/22، الدور الرقة البكمال المنطقة الشرقية 38/24، وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 35/22. شكرا كثير لك استاذ حسان الجردي لانك دائما بتوافينا بكل التفاصيل عن احوال الطقس، واكيد مكملين معكم مشاهدينا. ووصلنا لفقرتنا التربويه ورح نحكي عن استعداد الاهالي والطلاب للعام الدراسي الجديد يلي ان شاء الله يا رب يكون عام مليء بالنجاح والتفوق لكل طلابنا. لازم يكون اليوم في تحضير ودعم نفسي ومعنوي لكل الطلاب، ولكن اليوم رح نخصص فئه من الطلاب يلي هن الأطفال بالمرحلة الأولى من التعليم الأساسي، لنعرف كيف اليوم ممكن نشجعهم ونحفزهم على الدراسة. أكيد تفاصيل كتير مهمة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو الاختصاصية التربوية مرح العيسى. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك أستاذة. عم نحكي عن موضوع كتير مهم وعم نحكي عن فئة حساسة من الأطفال اليوم، يمكن أنت صعب تتعاملي مع أطفال بداية حياتهم اليوم بدون يدخلوا للروضات. خلينا نعرف كيف ممكن نحن اليوم نهيئهم ونحضرهم تحضير مناسب للروضة. نحن فئة الأطفال هن مرحلة ما قبل التعليم الأساسي. تمام. هن فئة تحضيرية بنحضرهم لحتى يفوتوا يدخلوا على المدرسة. فئة الأطفال بتكون قبل سن الدراسة، يعني قبل الصف الأول لخمس سنوات. هي الفئة هي بتكون صعبة شوي، بس بنفس الوقت هي ممتعة، بتحتاج لشوية حب، شوية دفء، شوية أمان لحتى نقدر
نواكب الطفل وناخذ بايده للعام الدراسي. تمام، خلينا نخصص ونحكي عن الاهالي. اليوم لهم دور كثير كبير ومسؤوليه كثير كبيره لحتى يحفزوا ويشجعوا هدول الاطفال على الروضه. شو هي الطرق يلي ممكن اليوم الاهالي برايك يتبعوها لحتى فعلا يشجعوا الطفل على الدراسه؟ طبعا الاهل دائما هن لهم الدور الاكبر اضافه لدور الروضه ودور المشرفة. صحيح، الاهل لازم يكونوا مستعدين وعاطين خبره للطفل، بيلعبوا على الدور النفسي للطفل، يعني بهيئوه، يعني نحن اليوم نحن بدنا ناخذك على الروضه، امشي نروح نشوف الروضه، بنختار القرطاسيه سوا، كل هدول العوامل النفسيه بتلعب كثير بشخصيه الطفل، يعني الطفل اذا كان مهيئ نفسيا وكان هو الاهل مخبرينه محاورينه، الطفل بيجي لعنا بهدوء، بتحسيه انه هو يعني فايت على الروضه، هو حابب الروضه. اما الاهل اللي مو مهيئين الطفل نفسيا فهذا الطفل كثير بيعذبنا باول دخوله للروضه. طيب بالنسبه للروضات كيف كمان اليوم تتجهز لحتى تستقبل هدول الاطفال؟ في كثير الروضات اليوم بتلاقيهم بيتبعوا انشطه كثير عديده ومسليه ببدايه العام الدراسي للاطفال كرمال يمكن هيك يحببون اكثر بالروضه، كرمال يرجعوا ويتعرفوا على رفقاتهم ويحبوا المدرسين. خبرينا اكثر اليوم يعني تجهيزات الروضه قديش بتلعب دور كثير مهم. تمام، تجهيزات الروضه لما بيجي الطفل وبيلاقي شيء ممتع له او شيء بشده هو تقريبا يعني بينسى شوي، بينسى البيت، بينسى الاهل، فنحن لازم نلعب على هذا الموضوع، نحن بنجهز الروضه بشويه زينه، بالعاب، ببوالين، باشياء ملونه، اشياء بتشد انتباه الطفل، عشان هذا الطفل يفوت وهو حابب الروضه. طيب خلينا نحكي، اكيد ببدايه العام الدراسي في كثير اطفال يمكن عندها خوف وخجل، رهاب اجتماعي انه تطلع برا البيت، شو هي اكثر الصعوبات يلي اليوم كمدرسين ممكن تلاحظوا وجودها اليوم عند الاطفال؟ هي اكثر صعوبه هو الانفصال عن الاهل، لانه هي اول مره يعتبر الطفل هو منفصل من اهله، هي بنسميها مرحله الفطام الثاني. هي المرحلة بفوت فيها الطفل لمجتمع جديد، لبيئة جديدة، أول مرة بيترك أهله، هو متعود ببيت أهله كل شيء له، الدلال، يعني بياخذ كل شيء، أما هون في بيئة جديدة، في أقران، في تعاون، في عدل بين كل طالب وطالب، فهي الشيء كثير بيعذبنا بشخصية الطفل أول مرة. وحتى كمان يمكن في كثير من الأطفال بتعاني من صعوبات التعلم أو مثل ما بقول اضطراب بالكلام، كيف نتعامل مع هي الحالة من الأطفال برأيك ضمن الروضة؟ قديش هم يمكن بحاجة لدعم أكثر من أقرانه؟ هلا الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم هن بحاجة لدعم أكثر، بحاجة لتحفيز أكثر، وبحاجة لإعطائهم وقت أكبر شوي من أقرانهم، يعني ممكن الآن فرضاً تجيب الولد اللي عنده صعوبات تعلم بعد ما تخلص إعطاء الحصة الدرسية بشكل جماعي، تعامله شوي بشكل فردي، يعني لو عبارة عن 10 دقائق. طيب برأيك اليوم شو هي الأخطاء الشائعة اللي بتلاحظيها موجودة اليوم بتبعوها الأهالي اليوم مع أطفالهم بتكون موجودة فعلا بتأثر عليهم على حياتهم الدراسية اليوم؟ هلأ بفترة بياض الأطفال أكثر خطأ شائع وكثير بضايقنا بأول مرحلة إنه ماما فوت أنا ناطرتك برا، أو فوت أنا ناطرتك بالإدارة. هلأ هذا الشيء كثير بيعذبنا، إنه الطفل خلص بباله إنه أهله برا، فهذا الشيء كثير بضايقنا وبيعذبنا. اما لما انت بتخبري الطفل انه انا جاي حطك بالروضه، انا رايحه مثلا على البيت خلص شغلي او رايحه على دوامي، خلص بصير الطفل بيعرف انه هو موجود بهذا المكان لحاله، فهو معتمد، يعني بيعتمد نوعا ما على حاله. اهم شيء نحن بس نحسسه بالحب والامان، كل شيء باقي محلول. اكيد، ويمكن كمان في دور المدرسين اليوم ضمن الروضات قد لازم يكون في عندهم تقبل لهدول الاطفال، طريقه تعامل، وخصوصا يمكن في فروقات فرديه بين الاطفال، عدم التمييز، طفل اشطر من طفل او طفل عنده شخصيه معينه، قد لازم ننتبه لهي التفاصيل، لانه بتلاحظي يمكن في كثير اطفال بهي المرحله تحديدا بتتاثر نفسيتها بشكل كثير كبير. تماما، هلا اهم شيء نحن نسيطر على الوضع، يعني نعامل الاطفال كلياتهم بحب، نعاملهم بعدل، ما في حدا احسن من حدا، ما في فروقات، نحن نركز ونسلط الضوء على ايجابيات الطفل،
الحجر الأساسي اليوم للأطفال والتعليم. يعني إذا لاحظتي في أطفال كانت مجتهدة وشاطرة من عمر كتير صغير، هذا النجاح يمكن بيكبر معهم. فخبرينا أكثر اليوم كيف ممكن يكون الطفل فعلا هو ناجح من مرحلة عمرية صغيرة كرمال يكبر ويكبر معه هيدا النجاح. تمام، هلا نحن مثل ما خبرتك بنهيئ الطفل ليفوت للمرحلة الأساسية للصف الأول. فنحن هون بنأسس الطفل، بنأسسه الطفل لازم يطلع من عنا بيقرأ بيكتب بيهجي بينقل من السبورة، بيعرف جميع المبادئ الأساسية باللغة العربية بالرياضيات. الدور الأول والأخير لمشروطة الصف، ما رح أقول الدور الأول والأخير، هو الدور الأول وفي دور للأهل. يعني مشرفة الصف عطت الدرس، تابعت كل طفل، بعدين بس يروح الطفل على البيت لازم يكون في متابعة من الأهل. إذا ما كان في متابعة من الأهل بيكون تحصيل الطفل الدراسي أقل شوي، بس إذا كان في تعاون بين الروضة وبين الإدارة وبين المشرفة وبين الأهل بيكون تحصيله الدراسي ممتاز. طيب اليوم إذا لقيتوا أو لاحظتوا أنه في طفل يمكن بيعاني من مشكلة نفسية ما أو توحد أو انطوائي لحاله، ممكن تتدخلوا اليوم كمدرسين وتعرفوا أكثر عن مشكلة، ممكن تخبروا الأهالي اليوم قدي لازم نحن نحط الأهالي بصورة الوضع اللي عم بيصير. يعني فعلا ذكرتي أنه في كتير أطفال بيجوا أمهاتهم معهم على الروضات بيهتموا فيهم، بينما بالمقابل بتلاقي لا في أهالي خلص ما بتهتم لهي التفاصيل. فخبرينا أكثر. يعني في أهل بيحطوا الطالب وخلص تماما بيروحوا، وفي أهل الحمد لله متعاونين متفاعلين، نحن إذا ما حكينا معهم هم بيحكوا معنا. هلا الأهل اللي شوي ما هم متعاونين متفاعلين نحن بنستدفهم، نحن بنجيبهم، أي مشكلة بتواجه الطفل نحن بنجيب الأهل بنحاكيهم بنحاورهم، بنحاول نتناقش بنفسية الطفل، شو عم يصير بالبيت لحتى الطفل هون عنا بالروضة هي. فأكيد هو بيكون في خلفية معينة بالبيت لحتى الطفل بيكون عنده صعوبة شوي بالتعامل بين الأقران، فنحن هذا الشيء بنحاول نحله عن طريق التعاون والتحاور مع الأهل. إذا لاحظنا أنه الطفل عنده مشكلة أكبر من هيك فنحن يعني بننصح الأهل أنه ياخذوه لعند أخصائي صعوبات تعلم أو أخصائي بالنفس. تمام أستاذة مرح، كلنا بنعرف أنه الأطفال بعمر كتير صغير بيولدوا يمكن عندهم موهبة معينة بالحياة، إن كانت بالرسم بالموسيقى بأي موهبة ممكن تكون موجودة. طب اليوم ضمن الروضات بيكون في أنشطة أو مسابقات معينة من خلالها أنتم قادرين تكتشفوا هي المواهب عند الأطفال وقادرين تنموها لبعدين، قد إيه مهمة هي التفاصيل؟ طبعا النشاط كتير مهم للطفل، يعني دراسة 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 وتعليم تعليم، وخاصة الطفل بهي المرحلة هو غير قادر على استيعاب فكرة أنه هو موجود بهذا الصف، أنه قاعد بالمقعد بفترة طويلة، فالطفل بمل. فنحن مش عم نكسر هذا حاجز الملل، نحن دائما بكون كل يوم في عنا نشاط. تمام، النشاط ممكن نعمله بغير الصف، يعني بنعمله بالباحة، بنعمله بصف الألعاب. هو هذا النشاط بحفز الولد أكثر، بنمي قدرات الطفل أكثر، بنمي قدراته الحسية البصرية، بنمي التذكير والذاكرة. نشاطات كتير شيء مهم. هلا نحن من خلال النشاطات فجأة بيطلع عنا طالب عنده موهبة معينة، بنفرض الغناء بننمي له اياها فورا، يعني نحن بنجيبهم وبنفرزهم، هذا عنده موهبة بالغناء، هذا عنده موهبة بالرسم، بس طبعا نحن ما بنسألهم هذا الشيء، نحن بنكتشفهم من خلال النشاطات. وكل الأطفال اللي عندهم هالمواهب هي بنحاول ننمي لهم اياها، وكمان بنحاول نخبر الأهل بهذا الشيء، لأنه في أهل ما بتعرف شو موهبة طفلة ما أنا مكتشفتها، فنحن بنخبر الأهل إنه كمان ينمو لهم هالمواهب بمراكز خاصة. أكيد يعني كتير مهمة هي النقطة اليوم، نحن نعرف شو في مواهب عند أطفالنا وننميها، ممكن الأهالي ما يكتشفوها بس يمكن وجود الطفل اليوم ضمن الروضة هو فعلا قادر إنه يكتشف هي الموهبة. طب يوم بسمع لكي كتير من الأشخاص صراحة من خلال الروضة بيلجأوا للأنسات الخصوصي، بتلاقي الأم إنه ما لها بروي أبدا إنه هي تعلم طفلها أحرف أرقام. فصحيح اليوم نحن إنه من عمر صغير نعود أطفالنا على الأنسات الخصوصي أم لا؟ خليه بالبداية يخطئ، خليه يتدرب من خلال أهله من خلال أخواته، أم لا نحن نلجأ للأنسات الخصوصي من عمر صغير؟ هلا للصراحة أنا بعمر الروضة كتير ضد الأنسات الخصوصي. تمام، يعني الطفل عم ياخذ الدرس بشكل حلو بشكل كامل بالروضة، عم ياخذه مع مشرفته،
بيرجع على البيت شوية متابعة من الأهل، هو الطفل بيكون أموره تمام. يعني هي بالأساس عمر الروضة ما لها المعلومات الكم الهائل أو ما لها المعلومات الصعبة، أي أم قادرة إنه هي يعني تعاون طفلة أو تساعد طفلة بحل الوظيفة. غير هيك ما بتوقع، أنا ضد الأنصات الخصوصي بهي المرحلة العمرية، يعني خاصة الطفل هون نحن بندخله بمتاهة إنه هو متعود على أسلوب أنستو، ونحن بنجيب له أسلوب ثاني، كل أنصة عنده أسلوب، ونحن بنجيب له أسلوب ثاني، بتحس الطفل بضيع بتلقي المعلومة، فخلص لا، نحن الأفضل إنه نخلي الطفل مع أنصة الروضة فقط، متابعة من الأهل. ابدا ابدا ما في داعي للدروس الخصوصي بهي المرحله. تمام، في كثير اطفال يمكن ما بتكمل مرحله الروضه، بنسمع كثير عن اطفال للاسف. قد ايه هي القصه ممكن فعلا اليوم تلعب دور بشخصيه الطفل؟ في اطفال فعلا ممكن دخلت الروضه شهر وتركت، وقفت لاسباب معينه، خلينا نوضح الاثار السلبيه. تمام، نحن كثير بتصير عنا، يعني الطفل هو اول شهر هو غير قادر انه يتفاعل كثير، انه ينسجم كثير، فنحن تقريبا اول شهر بنترك بنستناه بنحاول انه يخليه يتفاعل اكثر، بس الاهل ما بينطروا، يعني انا بكي ابني مره ومرتين وثلاثه انا خفت عليه، انا ما عاد بدي اخذه على الروضه لانه ابني عم يبكي، هذا الشيء كثير غلط، لانه مرحله رياض الاطفال كثير هي مرحله مهمه للدخول الى مقبل المدرسه. حتى يمكن كمان موضوع التنمر، في حال ممكن الطفل اليوم تعرض للتنمر من خلال رفقاته الموجودين بالروضة، ممكن فعلا هو ينفر من الروضة ويقول لك أنا ما عاد بدي روح، والأهالي فعلا ما يعرفوا إنه هيدا السبب الأساسي اللي خلى إنه الطفل ما يروح على الروضة، فقد إيه كمان نحن نعرف نحكي مع الطفل، نسمعه، نقعد معه، نسأله شو صار معك بيومك، مين هنن رفقاتك، يعني نتدخل بتفاصيل أكثر. طبعا لازم الأهل بس يطالعوا الطفل من الروضة يعني يتحاوروا معه من بداية باب الروضة، يعني هنا رايحين على البيت هنا عم يتمشوا يتحاوروا معه انه انت شو عملت بالروضة، شو حكيت مع رفقاتك، مين رفقاتك اللي حبيتهم، مين صار عندك رفقات، يعني لازم يتوصلوا مع الطفل للشغلات النفسية اللي عنده، واذا توصلوا معه لشيء ممكن نحن يخبرونا بشيء نحن ما بنخبره جوات الصف، بس اهم شيء لموضوع التنمر هو هذا الدور بيرجع لمشرفة الصف، فالمشرفة لازم تكون مسيطرة على الوضع، لازم تكون سمعانة كل شيء عم ينحكى بالصف، وهي بتعالج أي مشكلة، يعني أي مشكلة بتصير جوات الصف ومنها التنمر. طب شو في لسه مواضيع أو نقاط اليوم بتحبي تركزي عليها ضمن تحضيرات واستعدادات الأهالي اليوم والطلاب للروضة؟ هلا أنا أهم شيء بحب أول شيء إنه يلعبوا على الجانب النفسي، إنه هم يحببوه بالروضة، يعني هم المارقين لو الطريق مو من طريق الروضة فلا نحن هم بيميلوا من طريق الروضة إنه هي روضتك، بكرة بتداوم عليا، بكرة بنجي، بكرة بتشوف رفقاتك، يعني هيئوه نفسياً. كمان بياخذوه مثلا انه مشان ينقي هو قرطاسيه، هو بنقي شنطايته اللون اللي بحبه، الرسمه اللي بحبها، بنقي الاقلام، بنقي الدفاتر بايده، يعني هذا الشيء كله بحبب الطفل وبخليه يعني يستنى ايمتى بتجي الروضه. في كثير اطفال اليوم ما بتدرس يمكن الا اذا ما تكافئت من اهلها، بتقول لك انه انا ممكن ادرس ايه بس لا انا بدي مكافاه، بدي هذا التحفيز. تماما هذا التحفيز مو بس للاطفال، تماما التحفيز هو تحفيز حتى للمراحل العمريه الاكبر. صحيح، وحتى نحن كبار لما بتحفز بهديه او شيء بتحسي انه عنا امل. تحفيز ايجابي، بس يمكن تمام. اليوم استاذه مرح يمكن الاوضاع اقتصاديه صعبه، يمكن اليوم اهالي مو قدرتهم دائما على طول يجيبوا لاطفالهم، فممكن يحسوا بالنقص هذول الاطفال، كيف ممكن نحن اليوم نخلي اطفالنا يدرسوا سواء كان في مكافاه او ما كان في مكافاه، او ممكن تكون شيء كثير معنوي ومادي بس؟ رح خبرك شيء، يعني نحن بنكافئ الاطفال عنا بنحفزهم كثير شغلات حلوه بتبسط الطفل، وهي ابدا ابدا ماديا ما بتكلم، يعني فرضا انا يا ريتني جايبتها معي، نحن بلشنا بشويه نشاط بسيط لبدايه لاستقبال الاطفال باول يوم، عملنا لهم من ورق ملون، عملنا لهم قلب حب، كتبنا عليه انا مثلا نرفض اسم الطالب حمزه، انا حمزه احب روضتي، حطينا له اياه بشريطه بنربط له اياها على ايده، كثير رح ينبسط الولد بهذا النشاط، وهو يعني ما بكل شيء ابدا ابدا، ممكن نحن ثاني يوم نجيب له بالون. اكيد، يعني بالختام كثير استمتعنا بوجودك معنا لليوم وكل الحكي اللي قدمته.
قدمتي لنا اياه. كنتي معنا اختصاصية التربوية مرح العيسى، شكرا لك واكيد التوفيق والنجاح لكل الاطفال. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. اكيد مشاهدينا رح نروح لاولى تقاريرنا لليوم، ووسط حضور جماهيري لافت قدمت الفرقة الفنية للرقص الفلكلوري الشركسي عرضها الفني الراقص على انغام الموسيقى الشركسية التراثية، وذلك على خشبة مسرح دار الثقافة بمدينة حمص. تفاصيل أكثر بالمادة التالية. وسط حضور جماهيري لافت قدمت الفرقة الفنية للرقص الفلكلوري الشركسي عرضها الفني الراقص على أنغام الموسيقى الشركسية التراثية، وذلك على خشبة مسرح دار الثقافة في مدينة حمص. ضمن النسيج الحلو هيك بسوريا، نحن هاي فرقة الجمعية الخيرية الشركسية وبتقدم عروض سنوية أكيد، وأحيانا بتقدم أكثر من عرض بالسنة، فاستغلينا مناسبة عيد الجيش العربي السوري. الله ينصر جيشنا وينصر قائدنا. من الطائر الفينيق سوريا، نحن كشرائح شريحة من شرائح الشعب السوري، نحن ايد وحدة مع الجيش العربي السوري، نحن ايد وحدة مع العامل السوري، نحن ايد وحدة مع كل المكونات السورية لنرفع اسم سوريا. الفرقة قدمت لوحات تراثية راقصة متنوعة ومتواصلة عبرت عن الفلكلور الشركسي بأداء مميز وصورة جمالية. قدمنا اليوم عدة فقرات فنية راقصة، كانت حوالي 16 فقرة متعددة، كل واحدة منهم بتخص لون من ألوان المجتمع الشركسي من شعوب شمال القوقاز. رقصات متنوعة منها القافة، الوج، الششن، السبرف، الخونقة. القافة هي عن تراث الشركسي، من تراثنا يعني، هي معزوفات نعزفها نحن بالأعراس. ففي كان غنية مهدية للأم، نحن بنهديها للأم، وفي غنية من هدية هي إهداء من شاب لحبيبته. هذول المعزوفات اللي عزفتونا بالنسبة للقافة. بالنسبة للششن هي يعني معزوفة بتبين قوة المقاتل الشركسي. عرض كتير مميز، وبعدين يمتاز دائما الفن الشركسي بالدقة. طبعا هو مو مجرد عرض، هو أكيد عرض خيالي بيأكد على وحدة سوريا ونسيج سوريا تحتوي كل القوميات والأعراق والديانات السماوية. أحد اللوحات الجميلة اللي تمثل الثقافات التي دعمت النسيج السوري، ولوحة من تراث الفلكلور الشركسي اللي هو عزز فكرة وقوة النسيج السوري المتحاب. الحفل يعكس إحدى صور المجتمع السوري الغني بتعدد الثقافات التي تشكل نسيجا اجتماعيا أعطى لسوريا بعدها الحضاري والإنساني. أسامة ديوب، الأخبارية السورية، حمص. وصلنا معكم لفقرتنا الرياضية يلي تعودنا دائما ضمن كل هاي الفقرة أنه إحنا نسلط الضوء على أنواع رياضات عديدة. رح نحكي اليوم عن رياضة السباحة، كلنا بنعرف قد إيه لها فوائد عديدة إن كانت على الناحية النفسية أو الجسدية، بتساهم بشكل كتير كبير بالحفاظ على جسم صحي ومثالي، ممكن تساهم بشكل كبير كمان بأنه تشفي من العديد من الأمراض، وأكيد الأمور النفسية اللي بتخفف من التوتر والطاقة السلبية. رح نحكي أكثر مشاهدينا عن هي الرياضة وتأثيرها يلي بيشمل كل أعضاء الجسم، تفاصيل كتير مهمة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو، مدربة السباحة سنابل سلمان. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك سنابل. خلينا بداية نعرف المشاهدين أكثر عن رياضة السباحة. طبعا رياضة السباحة هي رياضة من الرياضات المائية، هي نشاط بدني بيعتمد على دفع الجسم بالماء باستخدام الذراعين والقدمين بحركة متوافقة ومنتظمة، وبالإضافة لتظبيط النفس معهم يكون هي حركات متوافقة بين ذراعين قدمين ونفس. هي من الأنشطة رياضية فردية عالمية هي وأولمبية، أكيد كل شخص بيستخدمها حسب الفائدة اللي هو بده إياها أو حسب الهدف يلي بده إياه هو. هي رياضة تناسب كلا الجنسين سواء ذكور أو إناث، ما إلى عمر محدد، في معنا من 40 سنين للـ50 سنة، مع كل واحد بيكون
أشخاص بيكونوا داخلين سباحة بهدف أنه يكونوا أبطال أولمبيين، أشخاص بس فترة الصيف نوع من الترفيه، أشخاص عم تكون علاجية لإيلون فترات كتير طويلة. فحسب كل شخص بيكون أخذ للرياضة بنوع محدد، بس هي أكيد رياضات مائية ممتعة جدا أكيد. هي أهم شيء، وبتعتمد على حرق سعرات حرارية عالية نتيجة أنه كل الذراعين والقدمين الكتف كل شيء عندك عم يتحرك، فبيكون إلى تأثيرات إيجابية على كل الجسم. صحيح، يعني إذا نحكي عن الفوائد ما بنخلص، قد إيه إلى اليوم فوائد إيجابية كبيرة على صحتنا. طيب اليوم شو اللي بيميز هي الرياضة عن باقي أنواع الرياضات برأيك؟ هلا أكيد أول شيء يعني وأهم شيء إنه هي بتكون بالمي، مقاومة المي كتير بتساعد الجسم على الشد، بتساعد على الحركة، بتحسيها كتير سهلة وكتير أسلس وقتها بتكون بالمي عن وقتها بتكون خارج المي. والشي الأساسي فيها إنه هي عم تكون علاجية، يعني كتير من الأشخاص بعد العمليات عم يخضعوا مثلاً لتمارين ضمن المي، هاي التمارين بتكون كتير آثارها إيجابية عليهم، بتكون دائماً ضمن المي. فالفوائد تبعها هي مثل ما قلتي كتير متعددة، عم تكون للأطفال بنائية، عم تكون بتقوي الجسم، بتقوي العضلات، مرونة للمفاصل، الأربطة، فكلها بيكون الآثار تبعها كتير إيجابية. وأهم شيء عم قلك بميزة إنه هي عم تكون قسم كتير كبير منها علاج، يعني مو بس إنه ترفيهي للأطفال لا، وعم تكون الممارسة تبعها من قبل أشخاص كبار بالعمر، يعني كانت من قبل مخصصة بس للأطفال، الأطفال بس اللي يروحوا حتى خلال عمر محدد، كانت تخصص بس للذكور، هلأ لا لكل الأعمار سواء صغار أو كبار. وعم بيكون بالإضافة لهالشي ممارسة بأوقات يعني متعددة، ما بقى مثلا بس فترة الصبح أو بس فترة المساء، فهي مميزاتها كمان كتير مثل فوائدها تماما. ممكن بالشتوية تلاقي كتير أشخاص يلجأوا. صحيح، هلأ مثلا مثل من فترة نحنا بالفترة الصيفية خلصت، كتير من الأهالي حابين يكون بالفترة الشتوية كمان يكون في تدريب مستمر، بس هي مثل ما قلت لك إنه حسب الأهل، إذا حابب الطفل السباحة وحابب يكون يكفي فيها يدخل بطولات، يعني هي هون بعد إجباري بده يكفي شتي، لأنه ثلاثة شهور الصيف أبداً ما أنا كافية لحتى يكون هو شخص مستمر يكون بطل. مثل ما هلا عم نشوف غالبية الأبطال السباحة اللي عم يطلعوا، فغالبية بده يكون خلاص تمرين مستمر سواء صيف أو شتي. طيب سنابل، كرمال إحنا نسبح بشكل صحيح ونكون بعيدين اليوم عن المخاطر اللي ممكن تصير معنا اليوم بالسباحة، أكيد في قواعد وإرشادات معينة ممكن يمشوا عليها الأشخاص اليوم كرمال تصير هيدي القصة، كرمال يكون في سباحة منظمة، خبرينا أكثر هي الطرق أو هي القواعد، هل هي بتفرق اليوم من شخص لآخر؟ أكيد. الأطفال كبار خلينا نحكي. هلا نحن أول شيء وأهم شيء دائما عندنا بالسباحة حصرا إنه تنبنى ثقة بين المدرب والطفل يلي عنده أو المتدرب، هي أهم شيء، يعني خلص بس انبنت الثقة بين المدرب والمتدرب فأنت خلص قسم كتير من التدريب ارتحتي منه، لأنه خلص بس يوثق فيك المتدرب بينزل معك وين ما كنتي، يعني غامي مو غامي خلص ما بقى يعني كتير، هي أهم شيء يكون في ثقة. تاني شيء أنا دائما بقول إنه الشخص يلي بدك تتدرب عنده يكون هو شخص أهل للتدريب، يكون شخص أكاديمي، يكون عنده بيعرف كل أول شيء طرق التدريب، يكون بيعرف إسعافات أولية، يكون بيعرف إنقاذ، هي كلها كمان كتير مهمة. يعني أنا دائما بتمنى من الأهالي وقت بدهم يسألوا أو بدهم يروحوا يسجلوا يسألوا عن المدرب اللي بدهم يدربوا عنده. صحيح، واليوم يمكن كتير من الأطفال بتلاحظي عندهم حالة هي الخوف اليوم من المي، بالمقابل بتلاقي في أطفال ما شاء الله يعني عندهم حب المغامرة، خلص بينزلوا بالمي ما عندهم أي خوف. طب شو السبب هون فرق الشخصية بين الأطفال؟ هل ممكن الثقة من الأهالي اليوم؟ هلا احذري شو، أكيد أول شيء في فرق بين الأطفال، هي قدرات يعني فردية دائما تكون غير، بس للأسف نحن هلأ اللي عم نعاني منه إنه الأهل هن لسا مشكلة أكتر. صحيح. يعني الأهل هن اللي عم يعذبونا صاروا بالتمرين أكتر من الأطفال، إنه بتيجي مثلا الأم بتضل واقفة وقت بده يضل شايفة الابنة إنه هي خايفة ومتوترة، هو باللا شعر رح يضل متوتر ورح يضل خايف، فيعني هي عنا دائما مشكلة. يعني حتى الأهل أنا للأسف تعرضت لكتير إنه لا معلش ما تأسي على ابني حتى لو ما نزل، طب أنت شو الفائدة اللي بدك تاخديها إذا ابنك ما رح تأسي عليه شوي بالتمرين؟ نحن أكيد التمرين بدك تأسي وبدك تكوني إنه شوي تشدي شوي ترخي، بس كمان يعني ما فيك هلا الخوف، نحن غالبية الوقت عم نحاول نتجاوزه بموضوع إنه نحول التمارين لألعاب. يعني مثلا تعال نحرك إيدنا بهي اللعبة، مثلا تعال فوق المي، أو مثلا بزت له لعبة إنه نزول تحت وحاول تجيبها،
أنا بحاول هيك إنه النفس تبعه يزبط أكتر. يعني فنحن الخوف دائما بنحاول نتجاوزه بإنه تماما بالألعاب. صحيح سنابل، يعني شفت في فيديو على الانستغرام بيقولوا لك في كوتشات عم بتزت الاطفال الرضع بالمي مباشره، يعني الفيديو جدا مزعج وبنفس الوقت بيعطي قوه كثير كبيره. هو ابدا ما هو مزعج تماما. طب هل هذا الشيء صحيح اليوم؟ هو فعلا ممكن يعلم الاطفال من هيدا العمر السباحه؟ هلا هن بيكون الهدف الاساسي لإلهم يتعلم الطفل انه حركات ذراعين مع قدمين ما يغرق، هي اول هدف من الاهداف. بس طبعا غير هيك نحن ورد يعني تروح الدباره ايوه فشو اسمه هن بالاساس حتى المياه اللي بتكون مخصصه للاطفال الرضع غير مياه، يعني بيكون فيها تعقيمات غير نحن المسابح اللي موجوده. يعني بيكون لهم مسابح خاصه فيهم لانه المي اذا ما كانت معقمه ونظيفه ممكن كثير تنقل امراض. فهن بالاساس الاطفال الرضع بيكون لهم مسابح خاصة. وهي انت خلص هلا وقت بينزت هو صغير كتير ما بقى خاص في خوف، لا بالعكس الامور بتكون كتير رواء. غير مثلا وقت بتعلميه على كبر هلا للاسف بيكون اصعب يمكن انه لا هلا حتى مثل ما قلتي انه في ولاد فورا بينطوا تمام وفي ولاد لا. وعم اقول لك للاسف دائما الاهل هن المشكله، يعني الاهل هلا انه لا ما تزتي للولد، لا معلش ما يبكي طب هو جاي يتعلم، يعني ممكن تقسي عليه مره عادي ما راح يصير شيء. فعم اقول لك هلا نحن للاسف المعاناه تبعنا صارت مع الاهل اكثر من الاولاد، يعني حتى في اهل انه إيه انا ما تعلمتها كيف بده يتعلمها ابني. صحيح معك حق، ممكن هي القصه وداسه ممكن انه لا والاولاد بيتاثروا بكلام اهلهم، يعني انه إيه لا انا امي ما عرفت تعمل انا بدي اعمل، يعني هي كمان كثير خطا عم يكون شائع عندنا. وكمان يمكن بتلاقي لجانب الاطفال في كثير من الاشخاص اليوم بيعانوا من امراض معينه بالرقبه بالظهر بالرجلين، بيقولوا لك مالك غير السباحه. السباحه اليوم قد ايه بتساهم سنابل بشكل كثير كبير اليوم بانه هي فعلا تشفينا من كثير من الامراض؟ اكيد. هلا نحن كمان عندنا بين المتدربين عم يكونوا خاضعين لعمليات ديسك لعمليات بالظهر لعمليات بالقدمين، وقت عم ينزلوا على المي عم بيحسوا بالفرق. يعني انا عندي اكثر من متدرب بيقولوا لي انه حاسين نحن هلا غير قبل، حياتنا عم تختلف. نتيجه التمارين يلي بتعمليها بالمي بيكون في كثير ليونه، الحركه سهله بتكون كثير، بيقول انه انا لو برا المي ما رح تنعمل معي هيك. والشيء اللي بيساعد هو مقاومه المي، هي المقاومه يعني خفيفه وحلوه بس فائدتها كثير كبيره. فنحن حتى يعني دائما عم اقول لك امراض ديسك امراض مختلف الامراض، حتى هلا في عندنا امراض في داون، يعني اطفال داون انه عم ينزلوا ما احلاهم كمان. فيعني عم اقول لك هلا هن اهم شيء الواحد ينوي. هلا في كثير منهم بيخافوا انه لا بدي انزل على المي لحتى اتمرن بلكي صار شيء. هلا نحن دائما بنعطي تمرينات خفيفه، بنحاول نرفع الشده باوقات، اوقات ثانيه نخفض الشده. دائما بنقول للمتدرب بحال حسيت وجع باي تمرين من التمارين قلنا انا يبخفف العد، او اذا حسيت في وجع كثير انه خلص بلا التمرين. انا بيهمني كمان مين اذا، فهي برجع بقول لك انه الشخص يكون بيعرف عند مين مسجل، يكون عرفان انه الشخص اللي عم تتعامل انت معه انه هو حدا بيعرف بهي الامور او ما بيعرف. فهي عم لك يعني ما بقى السباحه بس رياضه ترفيهيه، لا صارت علاجيه. يعني وغالبيتهم هلا نتيجه العدد الطويل الظهر تمام بتشوفي هلا مثلا انه ما احلاهم. يعني انا كان في عندي من فتره متدربه عم تقلي انه انا فرق كل جسمي، قالت لي انا حاسه، قالت لي انت ممكن ما تكوني حاسه بس انا حاسه كيف عم يفرق كل جسمي. اما يعني نحن حتى مثلا ما بنشتغل بالديسك، مثلا انا ما بشتغل بس على الفقرات، لا انا عم قوي كل الجسم، بقوي القدمين بقوي الذراعين كل الجسم يكون قوي. وقت بيقوى كل الجسم بلا شعور الفقرات كمان رح تقوى. تمام. في كتير أطفال اليوم يمكن بعمر صغير متدربين بتلاقيهم ممكن هنن عم يتدربوا بيتعرضوا للغرق، نتيجة هيدا الغرق بيقولوا لي خلص أنا صار عندي فوبيا من المي، ما عاد أنزل على المسبح بالمرة أو البحر. طيب أنا اليوم كيف قادرة أني رجع ثقته بحاله أكثر؟ يمكن كان بيعرف يسبح كتير ولكن نتيجة موقف معين هو غرق أو تعرض لموقف، كيف ممكن اليوم نرجع هيك نحفزه على السباحة؟ هلا أول شيء قلت لك وقت يكون في عنده ثقة بالمدرب تبعه، أنت قسم كتير منه قسم كتير كبير بترتاحي منه. تمام. هاي أول شيء. بعدين بعد ما إنه أنت فيك تورجي إنه صور الأبطال، مقاطع أبطال عالمية، إنه عادي إنه الواحد أنا كتير مهم عزز له فكرة إنه مثل ما أنت بدك تفوز كمان ممكن تخسر. فأنت اعتبر الغرق تبعك كانت فترة إنه أنت خسرت،
يعني عادي، انه انا احسس انه الموضوع كثير عادي، في كثير اطفال انه ممكن ينزلوا ويطلعوا عادي، صير انزل معه بالتمرين، رد الثقه ابني له اياها من اول وجديد، انه ليك انت عم تقطع هاي المسافه بهذا الوقت، طبعا اكيد بمساعده الاهل، لانه انت مثلا عم تكوني معه فتره ساعه ونص ساعتين بس، الاهل هنا يعني في كثير للاسف الاهل بيصيروا بتنمروا اولاده تماما، تبع انه ما بتعرف ما رح يطلع معك شيء، ايه ما رح يطلع معك شيء، يعني انه هذا كمان كثير غلط، انه ما بيصير، يعني انتم كمان لازم تساهموا بالتشجيع، يعني عم اقول لك الاهل قسم منهم انه لا لا تقربي على الولد، قسم ثاني انه خلص لا ما رح يطلع معه شيء، لا ما رح يطلع معه شيء، هي كمان يعني حتى الولد بياخذ الثقه من اهله، انه انت شوي ثقه. بس شو الأفضل اليوم برأيك، التدريب الفردي اليوم للأطفال أم التدريب الجماعي؟ أي ممكن برأيك يعطينا نتائج إيجابية أفضل؟ هلا ما فينا نحن نقول هيك، لأنه في اختلاف بالقدرات تمام. الفردية، يعني في أشخاص هن طبعا ما بيحبوا يتدربوا غير لحالهم، وبنفس الوقت في أشخاص لا هن بيحبوا يتدربوا مع جماعة، يكون في روح المنافسة بيناتهم، يعني هي بقى بتختلف حسب من فرد لفرد، يعني في أولاد انه لا ما بيقبلوا ابدا، انه لا نحن بدنا نلعب مع رفقاتنا، يعني بياخذوها فتره لعب، انه لا خلص انا بدي ضل عم بلعب مع رفقاتي، وفي اشخاص ثانيين بيقولوا لك لا انا ما بحب، طبعا هذا غلط، انا بشوف انه كثير مهم يصير في تواصل بين الطفل والافراد يلي معه، فمثلا الاهالي للاسف اللي انه تبع انه لا ما بدي ابني يختلط بحدا، هي بتعمل مشاكل عند الطفل حتى مع التقدم بالعمر، هذا انه مثلا خاص انت خليه يحتك بالعالم، يكون في تواصل بينه يلعبوا سوا، هلا للاسف عم اقول لك في كثير اهالي انه لا خلص انا ابني لحاله، انه عادي يعني مثلا فتره التمرين تمام اوكي انه كان لحاله، بس فتره اللعب خليه يلعب هو ورفقاته، يعني ما رح يستمتع باللعب اذا ما كان هو ورفقاته. تمام. طيب اليوم كثير بيقولوا لك انه هي الرياضه بتساهم بشكل كثير كبير بانقاص الوزن، بتخليك تعطيكي جسم صحي ومثالي، خبرينا صحه هي المعلومه. اكيد هلا اي رياضه انت بتمارسيها بشكل مستمر بيكون فيها حرق سعرات حراريه، وبالاخص السباحه، السباحه عم تكون ضمن المي، انت ما بتحسي بالوقت، يعني قد ما مارستي رياضه فيها ما بتحسي بالوقت، فانت مجرد ما عم تحركي ذراعين قدمين مع بحركة ضابطة مع النفس، انت بيكون في حرق كتير سعرات حرارية، يعني على الأقل خلال 30 دقيقة على الأقل بتكون عم تحرقي 200-250 سعرة حرارية. طبعا بالإضافة لهالشيء انت بيكون في عندك تمرينات قبل ما تنزلي على المي، تمرينات بالمسبح، تمرينات بس يخلص، فهذا كله بيعمل حرق للسعرات الحرارية بشكل كتير كبير، وهالشيء بيؤدي أكيد لشد الجسم، المحافظة على وزن مثالي، لتخلص من الطاقات والضغوط، الطاقات السلبية طبعاً أكيد بتعزز الطاقة الإيجابية، المي بتروح لك كل الطاقة السلبية، يعني عن جد قد ما كنتي متضايقة قد ما كنتي حاسة بكتير مشاكل بتنزلي الشيء وبتطلعي الشيء تاني تماماً، فلهيك هي حتى بيكون يعني مو بس إنقاص وزن بقى، هي الثقة اللي بتاخدها أو بياخدها أي شخص خلال التمرين بتساعده نفسياً وبتساعده جسدياً، فهي يعني شد الجسم بيقولوا لي أصلاً إذا بدك تشدي جسمك بطريقة صح ومع مقاومة بدون أوزان بدون شيء، مقاومة الجسم بالمي هي خلاص، هي المقاومة اللي بتعطيك إياها المي هي الأساس. أكيد يعني نصائح كتير مهمة قدمتيها اليوم، كنتي معنا مدربة السباحة سنابل سلمان، شكراً لك ولوجودك الحلو معنا لليوم، نورتينا. اهلا وسهلا فيكي. واكيد مشاهدينا وصلنا معكم لختام مشوارنا الصباحي، بدنا نتشكر المخرج احمد بقوش والمعده حلا سلمان والمصورين وكل كادر الاخباريه السوريه، بقيه نهار حلو لكم مشاهدينا، تقضوه بالخير والصحه وبرفقه كل الناس يلي بتحبوها، لا تنسوا تتابعونا بكره بنفس التوقيت وضيوف جدد وفقرات عديده ضمن صباحنا غير، ومن هلا لبكره تبقوا بالف خير، باي باي.